الدرس الحالي من دروس برنامج دايركتور هو طريقة استخدام ملفات فوتوشوب بداخله لإكمال العمل عليها. Importing Photoshop Layers Using Photocaster. احنا تكلمنا عن برنامج او عن Plug-in Photocaster بانه هو Plug-in مهم مرتبط ببرنامج الدايركتور، بالضرورة ان يكون متوفر حتى نتمكن من استيراد ملفات الفوتوشوب بشكل سلس وسهل جدا. هذا البلاجن نستطيع متابعته او رؤيته من داخل Insert Media Lab Media Photocaster. Media Lab Media Photocaster، لما بنختار Media Lab Media Photocaster بنجد هذه النافذة، بإمكاننا ان احنا نختار الملف الذي نريد ادراجه الى داخل الدايركتور. يفترض هذا الملف هو ملف العمل اللي احنا اشتغلنا عليه في الفوتوشوب. طبعا الان انا بختار الملف المسمى underscore merged كما اتفقنا من قبل. قبل ان اضغط open بالتأكيد علي الرجوع الى المواصفات او الخصائص او الخيارات المتوفرة هنا. ارجو الانتباه جيدا. هناك خيارات خاصة بـ layers، نقرأ فيها flatten او separate. طبعا flatten بالتأكيد اذا كنت تريد استيراد layers الفوتوشوب كلها as flattened وبالتالي ما القيمة، لكن يمكن حد يكون عايز يعمل import للتصميم بدون layers كصورة هيستخدمها في شيء معين، ساعتها ممكن، لكنه الطبيعي جدا جدا ان يكون الخيار بتاعنا هو separate. هناك اختيار اخر هام هو اختيار select. اختيار select، select مع عدم تنشيطه وبعد ان اقرر الخيارات المتبقية واضغط open سيتم استيراد الملف مباشرة بأكمله بكل اللايرز المتوفرة بداخله. لكن لو نشطت اختيار select بعد الضغط على open لن يتم استيراد الملف مباشرة، ستظهر نافذة أخرى بإمكاني من خلالها اختيار مجموعة من اللايرز، فربما أردت استيراد مجموعة فقط، وهذا جيد وهذا مفيد وهذا هام، خاصة إن احنا نظمنا مشروعنا في الفوتوشوب بحيث هناك فولدر او جروب اوف لايرز لكل شاشه من الشاشات، بالتالي عندما اريد استيراد شاشه اباوت اختار اللايرز الخاصه بها، وسوف ترون كيف تظهر باسمائها التي تسهل من مهمه اختيارها بشكل رائع. فالان هذا اختيار من الاختيارات الهامه select لنتمكن من اختيار ما نريده في توقيت معين. نجد مجموعة أخرى من الخيارات تحت مسمى Color. بشكل افتراضي تأتي إلى هذا الخيار Remap to Current Depth، وهناك خيارات أخرى 8 bit أو 24 أو 32، وبالتأكيد أن الأعلى دائما هو الذي يحقق مستوى جودة أفضل للجرافيكس، بالتالي لا بأس أن نختار هذا الرقم. هذا الرقم يعبر عن ما يسمى color depth، العمق اللوني للملف، العمق اللوني للصورة. كلما زادت نعومة التدرجات بداخله، فكي نحفظ أو نحتفظ بمستوى جودة جيد يعني نذهب إلى الخيار الأعلى 32. نجد مجموعة من الخيارات تحت مسمى advanced options. import to score، أنا لا أفضل تنشيط هذا الخيار. import to score، لو كان هذا الاختيار نشطا فعند الضغط open سيتم استيراد الملف ويأتي مباشرة الى داخل السكور. ماذا يعني ان يأتي مباشرة الى داخل السكور؟ انه ظهر داخل ستيج، معنى انه تم ادراجه الى مساحة العمل، فانا لا افضل اختياره حتى يكون لدي الفرصة لاحقا في تحديد ايضا ما ابدأ به، فربما لم ادرجهم جميعا
في مرة واحدة، نحتاج إلى البدء بالباك جراوند، لأضعها في مكان، ثم إضافة عناصر أخرى، وهذا مفيد وجيد لتتابع التحريك وتتابع ترتيب الواجهات داخل برنامج الدايركتور. نجد أيضا هذا الخيار Keep Ridge Point من الاختيارات الهامة. Keep Ridge for Registration. Registration ماذا تعني؟ هذا اختيار أيضا مهم جدا. Keep Ridge Point. الآن أنا أستورد ملف فوتوشوب يتكون من مجموعة من اللايرز، كل محتوى للاير يعتبر كأنه كائن مستقل. إذا لم يكن هذا الخيار نشطا Keep Ridge Point، سيكون كل كائن من هذه الكائنات حر وغير ملتزم بـ Registration Point موحدة لهذا الملف، مما يجعله يتم استيراده إلى مركز الملف، وبالتالي نجد كل اللايرز وضعت محتوياتها في منتصف الملف، حتى اللوجو الذي كان في أعلى التصميم جهة اليمين نجده في المنتصف، حتى بورتفوليو باج نجدها في المنتصف. فكيب ريج بوينت لضمان احتفاظ كل لاير من لايرز ملف الفوتوشوب بمكانها وفقا للريجستريشن بوينت بتاعت الدوكيمنت الفوتوشوب. إذن بالضرورة أن نبقي هذا الملف، نبقي هذا الخيار نشطا Keep Ridge Point. Separate Alpha يعني ليس مهما. White Reduction. White Reduction أحيانا نجد بعض الصور ونتيجة لعمل Selection معين قد نجد Pixel or 2 Pixels Around جاية أو تم شمولها مع التحديد، وهي مثلا بلون أبيض، ربما لو كانت الصورة على خلفية بيضاء وأنشأت تحديدا فربما جاءت نقطة around. هذا الخيار كونه نشطا يقوم بالتخلص من هذا الخط الخارجي الأبيض بنوع من الذكاء في التعامل مع المحتوى، فجيد أن نتركه أيضا بشكل نشط. نجد أمامنا خيار Import Hidden Layers. الهيدن لايرز يفترض أنني داخل ملف الفوتوشوب قد يكون عندي مجموعة من اللايرز هيدن بهذا الشكل، فتنشيط هذا الخيار يجعلها تأتي مع الملف، وبالتالي قد يكون مهم. أيضا نجد في خيارات الإدراج خيار merge linked layers. رأينا في ملف الفوتوشوب كيف أن كل زر من الأزرار كان يتكون في البداية، هذا الزر على سبيل المثال كيفية تنظيم الحقيبة كان يتكون من خلفية الزر وكانت على طبقة مستقلة، وهذا النص المعبر عن نص الزر وكان في طبقة أخرى، لكننا قمنا بدمجهما معا في مرحلة العمل في الفوتوشوب خاصة في ملف merged، وقد بررنا ذلك بالطريقة والكيفية التي نخطط للتعامل بها مع هذا الزر. إذا كنا نريد الإبقاء عليهما مستقلين بحيث يمكننا مثلا إدراج الخلفية ثم ظهور النص فوقها، إذا كان هذا هو ترتيبنا وتصوراتنا يبقى وجب أن نبقي عليهما في حالة مستقلة، لكن نحن قررنا أن التعامل مع الزر سيكون ككتلة واحدة كوحدة واحدة فقمنا بدمجهما. هذا الخيار داخل دايركتور يعطي لنا الإمكانية إن كانت هناك بعض الطبقات linked together، واللينك كما تعلمنا في الفوتوشوب بإمكاننا أن نجريه مثلا مجموعة الأزرار جميعا button 7 button 6 button 5 4 3 2 1، بإمكاننا الربط بينهم جميعا من خلال هذا الخيار link layers، فتظهر هذه السلسلة المصاحبة لتدل على أنهم مرتبطون معا. وماذا يعني ارتباطهم معا؟
أننا بإمكاننا تحريكهم كمجموعة معا. هذا الكلام مفيد إن كنت أرغب في تحريكهم معا. لو قمت باختيار أو بتنشيط هذا الاختيار أثناء استيراد الملف Merge Linked Layers، سيتطوع Director أو Photocaster بدمجهم معا في طبقة واحدة. أؤكد وأكرر مرة أخرى، إن كان هذا يناسب طريقة عملنا وتصورات عملنا القادمة فلا بأس، ولكن أعتقد أننا سنكون أنجزنا هذه المهمة، مهمة دمج الطبقات التي نرغب في دمجها داخل فوتوشوب، فبالتالي لا ننشط هذا الخيار. الآن كأننا تعاملنا مع كل الخيارات وفهمنا معناها، لو قمنا الآن بضغط Open ووفقا لهذا الخيار Select، سنلاحظ ظهور نافذة أخرى تمنحنا الاختيار. ربما أردنا فقط استيراد هذه الطبقات دون الأخرى. وضحت أهمية خيار Select، والآن وأنا أريد استيراد كل اللايرز معا فأقوم باختيارهم جميعا، لابد أن أقوم باختيارهم جميعا، ثم أضغط OK لأرى أنهم ظهروا جميعا داخل كاست. داخل كاست نلاحظ ظهور جميع هذه العناصر. تستطيع متابعة ذلك؟ داخل كاست ظهروا جميعا، والشيء الجيد أنهم ظهروا جميعا بنفس أسمائهم التي كانوا بها في طبقات layers الفوتوشوب، وهنا تظهر قيمة وأهمية التسمية، وبالتالي جميع العناصر متوفرة جاهزة للعمل. وبهذا الشكل تعلمنا معا كيف يمكننا استيراد ملف الفوتوشوب إلى داخل برنامج دايركتور عن طريق Plug-in Photocaster.